هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي. الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نحن الآن في سوق الأسماك، أو سوق السمك كما يحب البعض تسميته. الأسماك هي نوع من الحيوانات الفقارية ذوات الدم البارد التي تعيش في الماء، وهناك أكثر من 27,000 نوع، مما جعلها أكثر الفقاريات تنوعا. سنتجول الآن في هذا السوق ونعرف أكثر عن خبايا، فكونوا معنا. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. ما شاء الله السوق اليوم منتعش نوعا ما، يعني والله الحمد لله، يعني فضل من الله. سوق جدة دائما الحمد لله رواده كثير، ودائما فضل من الله عندنا الحركة مستمرة، لأنه الصباح طبعا السوق شغال من الصباح من بعد صلاة الفجر إلى ما يقارب المغرب. طيب هل في أيام مثلا يكون فيه زحمة شديدة، وأيام يكون فيه مستوى الزحمة أقل؟ طبعا أكيد، هو على حسب المواسم. أيام اللي هو آخر الأسبوع، خميس جمعة سبت، أو الإجازات بصفة عامة، الأعياد، هذا دائما السوق يكون يعني منتعش فيها وفي زحام دائم. طيب بالنسبة للأسماك هذه، أسماك من هنا أو في شيء مستورد وفي شيء صيد محلي؟ طبعا الأسماك اللي بتوصل سوق جدة، اللي يعتبر احنا نقول السوق الأم في المنطقة الغربية، بتوصل بضائع ما يقارب من 60-70 طن إلى 160 طن يوميا. 80% منها أسماك مستوردة، و20% تقريبا يعني أسماك صيد محلي بلدي. طبعا الصيد ما يكون بس اللي هي يعتبر منطقة مكة المكرمة أو محافظة جدة، اللي هي من منطقة دهبان إلى منطقة السودة، هذا يعتبر احنا نقول له ساحل جدة. طبعا عندنا أكثر من ما يقارب 360 نوع من أنواع الأسماك، أيوة، لأنه لها فئات. يعني مثلا احنا لما نيجي نتكلم مثلا عن أنواع الشعور، الشعور هو المسمى شعور بس له أسماء يعني معروفة في السوق ومعروفة عند الصيادين. يعني تقريبا الشعور له أكثر من 21 نوع، البياض له أكثر من 17 نوع، فهنا تنقسم هي أنواع الأسماك عشان كذا تكثر فئاتها. تواجهنا بعض المعوقات، طبعا الأجواء، طبعا الجو خوفا على الصياد، لكن الصياد المحترف يعرف أنه الجو له ولا مو له. طبعا زي اليوم زي ما انتم شايفين، الصياد المحترف لا جاء على البر وشاف الدنيا ما هي له ما يطلع. وعندنا مثل بالحجازي يقول لك: خلك عجامة طير بحر ما تفارق بر، خلك جنب البر. وهذه سلامة، هذول الناس اللي لا يقرأ ولا يكتب كانوا بالفطرة. طيب بالنسبة لأنواع السمك، كيف يعرف السمك الطازج؟ السمك الطازجة سبحان الله تمتاز ببريقها، تلاقي السمكة لها لمعان، عينها تلمع، خياشيمها اللي عند بعد الرأس هذه حق التنفس تلاقيها حمراء لون قاني جدا. جسم السمكة يكون قوي جدا، يعني ما هو لو رخصت عليه كده بصباعك ما ينخفس معاك. عيونها ما تكون مغورة، لون السمكة يختلف. السمكة الطازة جدا يعني معروفة، وهذه طبعا بيني وبينك للناس اللي يعرفوا السمك وعاش في البحر يعرف الحاجة هذه. السلام عليكم. كيف الحال؟
حياك الله، بارك الله عليك. الحمد لله تمام زي الفل. ما شاء الله انواع سمك، انت الان تشتري السمك؟ اه طبعا، احنا عندنا في المطعم كل يوم لازم الصبح نجيب السمك بتاعنا طازه 100%، يعني جوده كجوده 100% بتبقى طازه يعني الحمد لله. ما شاء الله انت واضح انك شيف. اه الحمد لله شيف. شيف احنا طبعا بنيجي هنا السمك طبعا كل يوم، بجيب الطلبيه بتاعتي من هنا من السوق يومي، فبختار على حسب الكواليتي بتاع السمك بتاعي بتاع المنتج. عندي حاجه زي كده مثلا بالنسبه للسمك، يعني انا بختارها بالكواليتي، تبقى طبعا العين، اه طبعا العين دي طبعا بتبقى من ضمن اهم اسباب، خياشيمك وردي طبعا، الملمس بتاعها ملمس طبعا طبعا اه طبعا. بجانب كل ده بتلاقي السمكه قوامها اصلا مشدود، يعني ما فيهاش حاجه محلله، هذه تكون طازجه يعني. طبعا اه، انت بتقدر تجيب الكواليتي بتاعك بنسبه 100% من السوق، يعني عكس ما يجي لك مورد المطعم بيبقى الرؤيه بتاعته او الكميه اللي هو جايبها لك اللي انت بتختار منها محدوده. طيب كيف تكون مثلا، كيف نختار نوع السمك حسب يعني طبخه؟ تمام، يعني احنا عندنا حاجات مثلا زي سمكه الناجل، ده افضل انواع السمك بالذات لما يبقى السمك حر بلدي زي كده. تمام، دي بتتسوى كل حاجه، ممكن تشوي، ممكن تتقلي، ممكن تتعمل صواني في الفرن، كل ده بتقدر تستخدمها كسمكه ناجل. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. وصلنا الان منطقه جديده في هذا السوق. اولا نبدا مع عرفنا بنفسك. دكتور محمد الخليفة في أمانة جدة هنا. احنا دورنا أول شيء يتمثل في الرقابة الصحية، كشف جودة وصلاحية الأسماك، هذا دورنا الرئيسي هنا، وتوعية وتثقيف برضو بالرقابة الصحية. المنطقة اللي كنا فيها قبل شوي هذه منطقة للجملة، حراج الجملة، هنا لا، بالوزن بالكيلو أو بالحبة، هنا المفرد الوحدات. طيب ما شاء الله، أنا أشوف بعض الأنواع من الأسماك هنا، كل الأسماك هذه تقريبا بلدي. أيوة، هذه كلها اللي هنا موجودة بلدي، عندك الناجل، هذا السلماني، الديراك، البياض، هذا الشعور القمر، النجار. طيب السؤال اللي يهم أي شخص يشتري الأسماك، كيف أعرف مستوى جودة الأسماك الطازجة؟ أيوة، هذا هنا دورنا حنا كذا في الأمانة، دور رئيسي لنا هنا موجود اللي هو كشف صلاحية وجودة الأسماك. هذه السمكة الصغيرة نأخذها كتجربة. هذا عندي الشعور القمر، أول شيء العيون محدبة وزجاجية وبارزة. أيوة العين؟ أيوة محدبة وبارزة. تمام، وما فيها قشاوة، لما تكون فاسدة تكون جافة يعني وقائرة، متغير لونها. حلو؟ أيوة. اللي هو العلامة الثانية الخياشيم، محمرة والمخاط موجود، لما تكون فاسدة بتلاقي القشور على طول بتنزل معك كذا. قشور، ايوه. حلو. العلامة الرابعة اللي هو فتحة الفراج هذا. ايوه حلو، بتلاقي الفاسدة بتلاقي الاحشاء خارجة لبرا. الحاجة اللي هو الخامس وبرضه هذه مهمة، تلاقي السمكة واقفة، لما تكون فاسدة بتلاقيها لا، اللحم ذابل، بتلاقيها نايمة كذا نازلة، لكن هذه ما شاء الله شوفها. قسم آخر للقشريات، طبعا أنواع من أنواع تعتبر من صيد البحر. اي نعم. طيب هذا الروبيان او شرمب او جمبري او تسمى اسماء كثيره، كيف اعرف النوع؟ انواع الجمبري، اولا اللون هذا الاخضر مزرعه، اللون اول ما تشوفه كذا يعني احمر او يجيك تايجر مخطط، هذا حق بحر، هذا مزارع وهذا بحر. اوكي، في عندنا هنا يجي مستورد برضو يمني او باكستاني، في بعض الدول تصدر. ايوه هذه كويسه الان، لكنها مو طازه او مو صيد اليوم، لكنها صالحه يعني للاستهلاك الادمي، لكنها يعني لسه تعرف اللي هو تميز لما يبرع يبدا هذا اللون يتغير، هنا يكون لون مائل الى الاصفرار. هذا اللي هنا. ايوه. طيب كيف اعرف ام الروبيان؟ هذه برضو نفس الشيء، تضغط هنا وتلاقيها متماسكه، هنا يكون اللحم، طبعا هذا الراس ما في لحم، الفحص يكون هنا، فإذا ضغطت هنا وخرجت السوائل معناتها هذه علامة من علامات الفساد على طول. حلو؟ وبرضه هنا الراس هذا بتلاقيه إذا ضغطت عليه هنا وبتلاقيه هش أو بينكسر معك على طول،
هذه برضو علامة من علامات الفساد. هذه تعتبر يعني جيدة ممتاز. أيوة لكن هذه مستورد مو بلدي، لأن البلدي فيه تقريبا فترة سماح شهر واحد بالسنة فقط. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. وصلنا الآن إلى منطقة إتلاف الأسماك الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي. هذه المنطقة تقريبا هي حصيلة اليوم. أيوة هذه مثل ما تفضلت حصيلة اليوم، المصادرات من منطقة الجملة. هذه الأسماك تقريبا كلها مستوردة، بلدي ما في، نادر أن يجي البلدي يعني فاسد. ومثل ما ذكرت لك قبل شوي جميع علامات الفساد متوفرة فيها، مثل ما أنت شايف الآن. نأخذ نموذج من أيوة. مثل ما أنت شايف الآن هنا العيون كيف، هذا الفرق العيون. طيب العيون مثل ما قلت لك قبل شوي أيوة. قائرة ولونها متغير وما إلى الاصفرار. حلو. الخياشيم ما إلى اللي هو للون البني. أوكي يعني. والرائحة النشاز أول ما تفتحها تشم الريحة. حلو. علامات الضغط على جسم السمكة هذه ببين لك اللي هو جودة السمك. الآن هي قريبة للتحلل، فبتلاقي لحم السمكة بتلاقيه زي العجين، قوامه يكون عجيني. حلو. مثل ما تشايف الجسم ذابل مو زي أيوة هي. الجسم ذابل أول ما تمسكها كذا ذابل. فجميع علامات الفساد هذه منطبقة عليها. هذه لو أحد أكلها تسبب تسمم على طول. هذه الآن إيش مصيرها؟ مصيرها إتلاف، لكن كيف تتلف؟ عندنا مادة بنحطها عليها وبيشيلوها العمال بودوها هناك في حاوية مخصصة لإتلاف الأسماك، وبتتلف عليها خلاص بيحرر الغرامة على أصحابها. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. تعرف عليك؟ أهلا وسهلا بأخوي غازي من ضيان الظاهري، أحد تجار سوق السمك بجدة، شايف، ومن مستوردين الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة. طيب تحدثنا شوية عن استيراد السمك، أنواع السمك اللي توصل، كيف توصل؟ والله السمك يوصل بطريقتين، في طريق اللي هو بالنسبة للسمك المستورد، شايف، في المستورد في شيء يجي عن طريق التركات والشاحنات، وهذه المناطق القريبة اللي زي عمان زي دول الخليج العربي، شايف، وفي المجال الثاني اللي هو يجي عن طريق الطيران للمسافات البعيدة اللي يجينا مثلا من الهند أو أندونيسيا أو سريلانكا أو مصر، في فترة كان السماح في مصر. فيها يعني مدة محددة للسمك، لصلاحية السمك المستورد؟ طبعا في، لأنه هيئة الغذاء والدواء ما شاء الله يعني قائمة بمجهودات كبيرة وجبارة الأيام هذه، وتشكر عليها الحقيقة أنه هي حطت اللي هو أنظمة صلاحية الأسماك المستوردة، شايف، حطت لها صلاحية، وكل مواطن يقدر يطلع عليها هذه عن طريق لو جاء مثلا عند التجار يلاقيه عارضينه بالباكس أو بالصندوق يلاقي فيه كل البيانات عن المنتج، مدة صلاحيته، درجة حرارته وبرودته، حفظه، طريقة حفظه، نوع الحفظ. فكانوا مشكورين يعني منبهين المواطنين، كل مواطن يبون يطلع على الأمور هذه. طيب بالنسبة أنا كمستهلك، أنا كمشتري، يعني وصية توصيها لأي مستهلك أو مشتري من سوق السمك؟ أولا أنا أنصح المواطنين جميع أنهم هم إذا كان يبغى يشتري أسماك يجب أن يتوجه للأسماك اللي تحت إدارة البلدية وتحت إدارة وزارة التجارة، تحت إدارة الثروة السمكية، لأن هذه جهات عليها رقابة ما هي مفلوتة. وأنصح أي مواطن أنه ما يشتري من البائعين المتجولين بالممرات أو بالأسواق أو بالش اسمه، لأنه دائما المنتج لما يكون تحت رقابة فيكون فيه، وبالطبع أنت عارف يعني البلدية الحمد لله وش يعني قائمة بدور كبير في رقابة المنتج وتوجيه والتوعية، توعي المواطنين دائما، في لوحات إرشادية موجودة في نفس الأسواق تبين للمواطن كيف إنه يختار السمك وكيف طريقة جودته. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي،
مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاق. الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة.